النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة هنا للمملكة، والتي تشير هذه الصور طبعا إلى توافد كميات كبيرة من السحب والغيوم من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط باتجاه مناطق واسعة من المملكة. عملت هذه السحب على هطول أمطار غزيرة بداية في ساعات الصباح في المناطق الشمالية على وجه التحديد، ومن ثم لاحقا كميات أخرى من السحب انتقلت من المناطق تقريبا الحدودية ما بين فلسطين ومصر باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة، كما تأثرت أيضا المناطق الوسطى بكميات من السحب التي جلبت هطولا للأمطار، ولكنه كان ما بين الحين والآخر. وإذا أخذنا نظرة أبعد فإن المملكة ما زالت ضمن تأثير منخفض جوي. هذا المنخفض الجوي هو مصنف من الدرجة الثانية، وهو طبعا من الدرجة الاعتيادية، وهو سيجلب الأمطار والأجواء الشتوية الاعتيادية للمملكة. ولكن عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا، وعبر نشطاء في مجال الأرصاد الجوية في البحر الأبيض المتوسط، تم تحديد وجود عاصفة شبه استوائية. هذا منخفض تحول إلى ذلك الأمر خلال ساعات نهار هذا اليوم، وكما تلاحظون دوران السحب بشكل كبير جدا وظهور عين لهذه العاصفة، يعني ذلك وصولها إلى درجة متقدمة من القوة في تلك المناطق تحديدا وهي قبالة الساحل السوري. هذا الأمر طبعا لن يكون له تأثير مباشر على المملكة، حيث تبقى المملكة ضمن تأثير أو تأثيرات درجة ثانية من هذا المنخفض الجوي وتوافد كميات من السحب والغيوم من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة على شكل غيوم وأمطار، في حين يتوقع أن يتحرك هذا المنخفض الجوي والعاصفة الشبه استوائية باتجاه الأراضي اللبنانية. بشكل عام طبعا هذه نظرة أيضا مقربة أكثر لهذه العاصفة، كما تلاحظون إذن هناك يمكننا تحديد وجود يعني دوران كبير للسحب قبالة السواحل السورية تقريبا إلى الشرق من جزيرة قبرص. أيضا عبر تقنية صور الأقمار الاصطناعية ثلاثية الأبعاد يمكننا تحديد ارتفاعات شاهقة للسحب. هذه إذن بالنسبة لنا هذه العاصمة عمان، هذه العاصمة الفلسطينية القدس وبيروت ودمشق، وهنا تقريبا جزيرة قبرص، وهذه مكان العاصفة التي تم تحديدها اليوم. وكما تلاحظون تواجد لكميات شاهقة من السحب التي تدور حول هذا المركز، وتعتبر طبعا العواصف ما تسمى المتوسطية، هي عواصف نادرة تتشكل في البحر الأبيض المتوسط وتكتسب خصائص شبه استوائية وتكون محملة بالأمطار الشديدة والرياح العاتية التي تؤثر في المناطق التي حولها، ولا يكون لها تأثيرات كبيرة وواسعة النطاق من ناحية المساحة الجغرافية إلا في حال طبعا سارت من منطقة إلى أخرى. يمكنكم طبعا قراءة المزيد عن هذا الموضوع لدينا هنا في طقس العرب، تم كتابة يعني مجموعة من الأمور بما يخص العواصف المتوسطية. نعود الآن إلى الأحوال الجوية في المملكة. إذن المملكة ضمن تأثير منخفض جوي من الدرجة الثانية. هذا المنخفض الجوي أو هذه الدرجة هي الدرجة الاعتيادية، يعني ذلك بأن المملكة ستبقى ضمن الأجواء الشتوية الباردة الممطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة خلال تقريبا يعني 24 ساعة القادمة أو ما يزيد، كميات تقريبا ما بين 20 إلى 50 ملم من الأمطار وسرعة رياح نشطة إجمالا، وتأثير هذا المنخفض في أغلب مناطق المملكة بشكل عام. إذا أخذنا خرائط ونواتج التنبؤات الجوية الحاسوبية المعالجة للأمطار، فإننا سنلاحظ بأن المملكة تقع ضمن بقع من الأمطار خلال تقريبا ساعات مساء اليوم الأربعاء كما تلاحظون، والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط يعني هناك الكثير من السحب الممطرة متواجدة عليها. هذا متوقع أن تدخل هذه السحب أحيانا وعلى فترات خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم غدا نحو المملكة على شكل زخات من الأمطار، لا يستبعد أن تكون أحيانا غزيرة في بعض المناطق وقد تصحب بحدوث الرعد. غدا نهارا كما تلاحظون تقريبا نفس الشيء، هناك تقدم
السحب وغيوم كما تلاحظون هذه غدا نهارا من البحر المتوسط باتجاه المملكة، يجعل ذلك الطقس غدا ممطرا على فترات وطيلة ساعات النهار، ولكن طبعا على فترات، وذلك بسبب استمرار توافد المزيد من السحب والغيوم إلى داخل المملكة بمشيئة الله تعالى. تستمر هذه السحب بشكل عام والأمطار حتى ساعات ليلة الخميس على الجمعة، وفي آخر التحديثات تشير أن حتى نهار يوم الجمعة كما تلاحظون معي هناك ما زالت بعض فرص الأمطار موجودة، ولكن متباعدة جغرافيا وزمنيا بالمقارنة عما كانت عليه الأحوال وستكون عليه بمشيئة الله تعالى، سواء اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وبالتالي لن نستطيع القول بأن هذا منخفض الجوي سينتهي مساء يوم الخميس، إنما نستطيع أن نقول أنه يضعف تدريجيا ويبقى على شكل بقايا تأثير له نهار يوم الجمعة، بحيث تبقى فرص الأمطار قائمة وإن كانت متباعدة زمنيا وجغرافيا. بالانتقال إلى توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، طقس بارد وغائم وممطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة، درجات الحارة منخفضة عموما، يتوقع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية التي يعني طبعا إثر مرور سحب وغيوم ملامسة سطح الأرض، درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، والطقس بارد وزخات من الأمطار ما بين الحين والآخر. وكما ذكرنا أن هناك فرصة لأن تكون بعض من هذه الزخات غزيرة أحيانا وقد تصحب بحدوث الرعد أحيانا بمشيئة الله تعالى. أما في نهار يوم غد فتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام بقليل. الطقس غدا سيكون باردا وغالبا غائم مع هطول للأمطار ما بين الحين والآخر في أجزاء عدة من المملكة، ربما تكون مرة أخرى بعض من هذه الزخات غزيرة أحيانا وقد تصحب بحدوث الرعد أيضا أحيانا. الرياح تبقى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة عموما في مناطق مختلفة من المملكة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهارا يوم غدا والصغرى ليلة الخميس على الجمعة. نبدأها من المناطق الشمالية، سنبدأ الآن من جديد، سنبدأ من الشمال. المناطق الشمالية تبقى الأجواء بها غائمة وماطرة على فترات، ونبدأ الآن من إربد، تكون من 16 إلى 11، في جرش 16 إلى 10 درجات مئوية، في عجلون من 12 إلى 6 درجات، وفي مفرق من 15 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة 13 إلى 8 درجات مئوية، البحر الميت 20 إلى 14، مأدبة من 14 إلى 9، وفي السلط من 15 إلى 9، وفي الزرقاء من 16 إلى 10 درجات مئوية، وزخات من الأمطار في عموم هذه المناطق. المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك 10 إلى 6 درجات، في الطفيل 11 إلى 6 درجات، معان 13 إلى 6 درجات، وفي الشراء من 10 إلى 5 درجات مئوية، في حين تكون في خليج العقبة العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى في ساعات الليل 12 درجة مئوية، وتقريبا فرص الأمطار موجودة هذه الليلة بشكل جيد في العقبة، ولكن غدا تتراجع في أقصى جنوب المملكة بما فيها العقبة فرص الأمطار. المناطق الشرقية من المملكة أيضا هذه الليلة فرص الأمطار واضحة، وحتى في ساعات صباح ونهار وما غدا في أجزاء منها تكون 15 إلى 9 في الرويشت، 16 إلى 9 في الصفاوي، و17 إلى 10 درجات مئوية في الأزرق. ختاما توقعات الأحوال الجوية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع متوقعة كالتالي: إذا يوم الخميس من 13 إلى 8 درجات مئوية، يوم الجمعة 14 إلى 7 درجات، فرص للأمطار موجودة يوم الجمعة والأجواء غالبا غائمة وتكون باردة في ساعات النهار أو الليل، والسبت هناك ارتفاع قليل عن درجات الحرارة تكون تقريبا 15 درجة مئوية في ساعات النهار، وهي حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها المعتدلة مثل هذا الوقت من العام، والصغرى 8 درجات مئوية. قبل أن أختم هناك فقط توصية هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة أهمها، وهي القيادة بحذر على طرق المرتفعات الجبلية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض التي تعيق مدى الرؤية الأفقية. كما ندعوكم دائما للانتباه من مخاطر ارتفاع منسوب المياه أو جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق. دمتم بخير، إلى اللقاء.